وبعد أن استمعنا إلى كلمات والرسائل الهامة من جانب الأستاذة الدكتورة رانيا المشاط، سنفتتح جلستنا بمحور الطاقة بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. نرجو من كل السادة المتحدثين مشكورين إلقاء الكلمة من مقاعدكم. أدعو السيد الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة أعضاء البرلمان المصري الموقر، السيدات والسادة ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، شركائنا في التنمية، الحضور الكريم. في البداية أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على تشريف سيادته اليوم وعلى الدعم الدائم لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بما يخدم الصالح العام. كما أتوجه بالشكر للسيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على جهود التنسيق التي تمت لعقد هذه المائدة المستديرة المرموقة رفيعة المستوى، وعلى جمع كافة شركائنا في التنمية المساهمين في تنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي. وإني لأنتهز الفرصة وأتوجه بالشكر إلى السيدة أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة ببرنامج نوفي، على حضورها اليوم الذي ينم على اهتمام والتزام البنك بتقديم كافة أنواع الدعم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المحور الهام. وإذ يسعدني اليوم أن أشارك معكم جميعاً نتائج الجهود التي تمت على المستويين الوطني والدولي في برنامج نوفي لنصل اليوم إلى تلك الإنجازات التي تمت خلال هذا العام. تنتهج الحكومة المصرية مساراً تحولياً هائلاً لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، واستغلال موقع مصر الجغرافي المثالي للوصول إلى الأسواق الدولية بالمنتجات الخضراء. تساهم إمكانات الطاقة المتجددة في زيادة التنافسية من حيث تكلفة الفرص الاقتصادية من خلال تعزيز الصادرات بأسعار منافسة للمساعدة في إزالة الكربون من الاقتصاد المحلي، بما في ذلك قطاعات التصنيع والشحن، مما يحمي الاقتصاد المصري في المستقبل التي تستخدم محلياً لإنتاج المنتجات الخضراء مثل الفولاذ الأخضر والأسمدة الخضراء للتجارة الدولية. السادة الحضور الكريم، ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، بالتعاون معكم جميعاً ومن خلال محور الطاقة ببرنامج نوفي نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وهنا أود أن أوضح أن قطاع الكهرباء قد حقق تقدماً كبيراً في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطة لجذب القطاع الخاص لزيادة القدرة المتجددة بنحو 10 جيجاوات، وذلك في إطار برنامج نوفي، حيث تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص من البدء في تنفيذ مشروعات بقدرات 3.5 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويقوم مستثمري القطاع الخاص بالتواصل والتنسيق مع جهات التمويل وشركاء التنمية لتدبير التمويلات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات. وفي هذا الصدد أود أن أشير على سبيل المثال وليس الحصر لأحد تلك المشروعات، وهو تطوير وبناء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة حوالي 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس، والتي ستعد أكبر مزرعة رياح في مصر وإفريقيا، ومشروع آخر لبناء وتشغيل محطة كومومبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في صعيد مصر. علاوة على ذلك، وبالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيتم تقديم الدعم الفني لسلاسل التوريد الخضراء التي ستدعم الحكومة المصرية في جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتطوير سلاسل توريد متنوعة ومرنة
لمصادر الطاقة المتجددة بمشاركة محلية لتعزيز النمو الاقتصادي وفوائد خلق فرص العمل. وفيما يخص استثمارات دعم الشبكة فقد تم تحقيق تقدم ملحوظ أيضاً، حيث تمكننا وبالتعاون مع بنك التنمية الألماني من التوقيع على الاتفاق التمويل لمبادرة الديون بقيمة 54 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير شبكة النقل لنقل الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء. ومن ناحية أخرى فإن مشروع تعزيز شبكة الكهرباء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مرحلة متقدمة الآن، ونسعى لإنهاء التوقيع عليه في أقرب وقت. كما أود الإشارة إلى التعاون الجاري مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبدعم أيضا من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية. وأخيرا وليس آخرا، وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصل مشروع مركز تحكم بشبكات التوزيع إلى مرحلة متقدمة للغاية. وأخيرا وفيما يتعلق بإيقاف تشغيل 5 جيجا وات من المحطات الحرارية، تمثل عملية إيقاف التشغيل أحد مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة ضمن محور الطاقة ببرنامج نوفي. فقد أجرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تقييماً أولياً للمحطات المستهدف إيقاف تشغيلها في عام 2023، وتم تحديد محطتين بسعة 1 جيجا وات من أصل 12 محطة، ومن المستهدف إيقاف تشغيلهم خلال الربع الأول من العام القادم. كما أود التنويه أنه في 25 يونيو عام 2023 أعلنت جمهورية مصر العربية عن تحديث مساهمتها المحددة وطنياً NDCs، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال التوسع في نشر قدرات الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من 2035. ويأتي هذا الإنجاز الحاسم بناء على البيان السياسي المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر الأطراف 27 COP27. ومن جانبه تعهد الجانب الألماني بدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي بقيمة إجمالية 285 مليون يورو في صورة تمويلات ميسرة ومبادرة ديون ومنح، وذلك لدفع التحول الأخضر في مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة. وتأتي هذه التطورات استكمالاً لجهود الحكومة المصرية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء. وهنا أود التأكيد على أن الهيدروجين الأخضر يعد أمراً بالغ الأهمية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء، وسيصبح مصدراً عالمياً مهماً للطاقة في المستقبل القريب. وستعمل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر على تعظيم الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر، والتي تستهدف ما يصل إلى من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040. كما يمكن لإنتاج الهيدروجين الأخضر أن يدعم احتياطات الطاقة الصناعية المصرية مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية. وبالنسبة للهيدروجين الأخضر أيضاً، تبذل الحكومة المصرية جهوداً حثيثة لدعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتأكيداً على اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف. فقد تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والذي سيساعد في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، والذي يلعب دوراً حاسماً في توحيد جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وقطاع الطاقة بشكل عام. أخيراً أود أن أختتم كلمتي بإعادة تأكيد على التزام الحكومة المصرية التي أظهرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي، بما في ذلك التزامنا بإيقاف تشغيل المحطات التي تعتمد على الوقود الأحفوري بطريقة آمنة ومستدامة. وفي الختام أكرر خالص شكري وتقديري سيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ولفريق عمل وزارة التعاون الدولي على العمل الدؤوب وجهود التنسيق والتعاون المثمر، وشكري وتقديرا لحضراتكم جميعا على العمل الجاد والجهود القيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.